في بداية شرح الوحدة السابعة قلنا أنه من بين المهارات المطلوب تعلمها كيفية تقديم الإسعافات الأولية وتقديم النصائح. وفي كتابنا في نص الاستماع عرضت الممرضة تعليماتها في شكل نصائح، وتنوع أسلوبها ما بين فعل الأمر واقترانه بكلمة if أو when، واستخدمت you must واستخدمت you can. لاحظ معي الأمثلة الآتية من خلال النص: call the emergency services immediately. نلاحظ استخدام كلمة call فعل أمر معناه اتصل بي. المثال الثاني: you must check if there are any dangers. استخدمت هنا you must check، يجب عليك أن تتأكد من وجود. ثم في المثال الثالث: if there are any dangers، إذا كان هنالك أي مخاطر، move the person away from them، ابعد الشخص عن هذه المخاطر. قرنت فعل الأمر move مع كلمة if. وفي المثال الثالث: when you know they are safe shout hello، قرنت فعل الأمر shout يعني أو نادي مع كلمة when. في المثال الذي أمامنا الآن: if the person isn't breathing the emergency services will tell you how to do CPR، استخدمت أسلوب الجملة الخبرية مقترنا مع كلمة so you can help the person start to breathe again. إن شاء الله في عمل اليوم سنتناول مجموعة من الاختيار المتعدد. الجملة الأولانية: we can no longer have confidence in the quality of the air we space. لا يمكن أن تكون لدينا الثقة في جودة الهواء الذي نتنفسه. طبعا يتنفس اللي هي breathe اللي هي الاختيار number C، ولكن احنا لما نيجي نقارن الكلمات اللي موجودة breathe noun تنفس، breeze النسيم، breathing number D التنفس. Number two: my friend was given space by a medical doctor who I'm convinced saved his life. في الجملة دي في عندي كلمة اسمها convinced معناها مقتنع، saved أنقذ. الجملة من أولها إن صديقي أعطاه الطبيب شيئا، اقتنعت بأنه أنقذ حياته. الطبيب يتعامل مع CPR التنفس الصناعي. You must leave immediately، يجب أن تغادر في الحال. You're in great here، إنك في خطر شديد. هنختار number B danger. Number four: it's illegal to use the fire alarm except in case of space. إنه أمر غير قانوني أن تستخدم إنذار الحريق except يعني ما عدا in case of في حالة fluency allergy frequency emergency، طبعا في حالة الطوارئ emergency. Number five: the body often space to stress by becoming ill. الجسم غالبا ما يتعامل مع stress اللي هو التوتر والضغط by becoming ill عن طريق المرض. طبعا يتعامل مع التوتر بمعنى يستجيب معه اللي هي letter A response. Number six: she has an space to cow's milk. إنها تعاني من cow's milk شيء تجاه cow's milk لبن البقر. أنسب اختيار عندنا allergy اللي هي معناها حساسية.
The disease spares at least 120 people in England last year. إن المرض على الأقل أثر في 120 شخصا في إنجلترا العام الماضي. طبعا المرض له أثر سلبي. الكلمة المناسبة letter C killed. Number 8. The results that we saw did not show the presence of any forms of. النتائج التي رأيناها لم تظهر أي وجود لأي شكل من شيء سلبي أو مرض. Bacteria. Number 9. They were supplied with food, clothes and space. لقد تم تزويدهم بالطعام والملابس وشيء آخر يفيدهم. يبقى الاختيار المناسب بدين. Number 10. The chalves were covered in a thick layer of space. إن الرفوف مليئة بطبقة سميكة من. الاختيار المناسب letter D dust. In number 11, the space here is very poor. It is not good to grow any plants. يوجد هنا شيء poor يعني ضعيف أو فقير. It is not good وليست صالحة to grow any plants لزراعة أي نبات. إننا نزرع النبات في التربة. الاختيار المناسب letter A soil. Number 12. It's time you threw those shoes in the space. It's time. حان الوقت. You threw those shoes. أن ترمي بهذا الحذاء في سلة القمامة. Letter A. Bin. Number 13. I tried to stay space and just ignore him. إني حاولت أن أحافظ على رباطة جأشي and just ignore him وفقط أتجاهله. إن أفضل اختيار في هذه الحالة معناها أن يحافظ على رباطة جأشه معناها أن يظل ساكنا هادئا. الاختيار المناسب letter B calm. Something is stuck to the space of my shoe. هنالك شيء ملصق بحذائي. الاختيار المناسب button. Number 15. She managed to space answering my question. استطاعت أن space answering يعني الإجابة على سؤالي. ولكن هنا بنلاحظ أن كلمة answering فيها ing. عندنا أربع أفعال في الجملة: avoid, decide, want, hope. الفعل الوحيد اللي بيجي وراه verb plus ing أو gerund. Avoid يعني تتجنب، أي أنها استطاعت أن تتجنب الرد على سؤالي. Over 10,000 refugees have now been spaced to neighboring countries. ما يزيد على 10,000 have now been تم space to neighboring countries إلى دول مجاورة. تم إخلاؤهم إلى دول مجاورة بمعنى ترحيلهم. تم ترحيلهم. هنختار كلمة evacuated. Number 17. The new restaurant was an space success. إن المطعم الجديد كان نجاحا باهرا. Immediate. Letter B. Immediate. Number 18. Sorry. The place is so space. I haven't had time to clear up. إن المكان الجديد لم يكن لدي الوقت لكي أنظفه. يبقى هنا هنستخدم كلمة messy. Ribbons were space
around the dancer's arms. إن الوشاح تم إحاطته بذراع الراقصين. هتبقى كلمة راب. Now number 20. There were 4 or 5 boxes, space, ties and books. هنالك 4 أو 5 صناديق تحوي toys لعبا وكتبا. الاختيار الصحيح containing تحوي بداخلها. My brother and I always had rooms. دائما ما كان لي ولأخي حجرات منفصلة لكل منا. هنختار letter D separate. Number 22. Her forehead was space with sweet. كانت جبهتها ملأة بالعرق. والعرق هو نوع من السائل. يبقى هنستخدم كلمة wet مبلل. 23. It is not yet known whether these chemicals are space to humans. ليس معروفا حتى الآن إذا ما كانت هذه المواد الكيميائية خطرة بالنسبة للبشر. هنختار letter A dangerous. 24. We were told to stay calm. أمرنا بأن نحافظ على as hope was on the way. لأن المساعدة في الطريق. طبعا أمرنا بأن نحافظ على رباطة جيشنا لي calm. Letter A calm. 25. Protesters threw stones at police. قام المحتجون بإلقاء الحجارة على الشرطة. Who space with rubber bullets. الذين ردوا عليهم بالطلقات المطاطية. هنختار responded. 26. Air space has reached dangerous levels in some cities. هنالك شيء متعلق بالهواء. Has reached وصل إلى dangerous levels مستويات خطيرة in some cities في بعض المدن. بالطبع ستكون كلمة pollution letter A. Letter A pollution. The public was not aware of the space from nuclear tests in Korea. إن عامة الناس لم تكن على وعي بالخطر الذي يأتي من الاختبارات النووية الموجودة في كوريا. الخطر letter D danger. 28. There were clouds of space in the distance as the truck approached. هنالك سحب من space in the distance في الأفق بينما كانت تقترب الشاحنة. هنختار dust الغبار. 29. Don't space any more wood. We've got enough. لا تقطع المزيد من الخشب. لدينا ما يكفي. Letter D sharp. She picked up a space and began cleaning the edges of the sink. لقد مسكت بيديها شيئا ما and began cleaning وبدأت تنظف به the edges of the sink حواف الحوض. الاختيار المناسب letter C sponge. 31. My chest felt painful and I was a space uncontrollably. هتبقى ان صدري كان يؤلمني
وكنت أسعل بطريقة لا أستطيع التحكم فيها. coughing. 32. She says that she never had any time to herself. إنها قالت بأنها لم تتمتع بأي وقت لنفسها. يبدو أن هذه شكوى، وبالتالي الكلمة المناسبة اشتكت. Later complained. بعد كده number 33. I took a long space before speaking again. لقد اتخذت نفسا طويلا قبل الحديث مرة أخرى من جديد. نفسا هنا noun، هنختار breath. Letter B. Most people nowadays are aware of some of the space rules of healthy living. Most people, معظم الناس nowadays اليوم are aware of، على وعي ب، some of، بعض من rules of healthy living، قواعد الحياة السليمة. القواعد الرئيسية سنختار letter A. Basic. Restaurants may be closed down if they fail to maintain minimum standards of. إن المطاعم قد تغلق إذا فشلت في أن تظل وتحافظ على أدنى مستويات النظافة. هنختار letter B. Hygiene. 36. Environmental groups want a total space on the dumping of nuclear waste. إن المجموعات البيئية want تريد a total on the dumping of nuclear waste. تريد نسبة إجمالية عن إلقاء الفضلات النووية. هنختار كلمة proportion. 37. Always wear space on your hands when you're gardening in order to protect it. ارتدي دائما عليك أن ترتدي شيئا بيديك عندما تقوم بأعمال الحدائق، وذلك حتى تحميها. إذا يجب أن ترتدي بيديك القفازات gloves. Letter C. 38. The dust was everywhere and she started coughing and space. في رقم 38. إن الغبار موجود في كل مكان، وبدأت بالسعال والعطس. هنختار letter D. Sneezing.